مصر بتتعادل مع الموزمبيق، الجزائر بتتعادل مع أنغولا، الأمل فيك يا مغرب، الأمل فيك يا زعيم ويا كبير العرب. إن شاء الله غدا المغرب تفوز، ليس فقط تفوز بل إن شاء الله تمتعنا وتدلعنا بفوز كبير وكاسح، يكون فتحة خير في بداية مشوار المنتخب المغربي في كأس الأمم. ماذا قال هير فيرينار الثعلب الفرنسي العاشق للمغرب عن أول مباراة للمنتخب المغربي غدا أمام منتخب تنزانيا؟ ماذا قال هير فيرينار عن توقعاته للمباراة وعن اللاعبين المغاربة المتوقع تألقهم خلال اللقاء؟ هنعرف تصريحات هير فيرينار كاملة، لكن وصل لك الفيديو تأكيد وصل لك الفيديو. لا تنساني بلايكاتك واشتراكاتك وفعل زر الجرس، والأهم لا تنسى إخواتنا في فلسطين وغزة بالدعاء بالفرج والنصر القريب إن شاء الله. هير فيرينار قال إن رغم تواضع منتخب تنزانيا من الناحية الفنية والفارق الشاسع بين إمكانيات وقدرات لاعبي المغرب ولاعبي المنتخب التنزاني، إلا إن المباراة ستظل صعبة للغاية. يجب على لاعبي المنتخب المغربي أن يكونوا في المستوى المعهود وتسجيل هدف في بداية المباراة في أول ربع ساعة، لأن ده هيكون مفتاح الفوز بنتيجة عريضة. هير فيرينار ايضا اكد ان البطولة بتشهد مفاجآت كبيرة جدا، زي تعادل مصر امام موزمبيق، خسارة غانا امام الراس الاخضر، تعادل نيجيريا امام غينيا الاستوائية، تعادل الجزائر امام انجولا وغيرها من المفاجآت. وعلشان كده هير فيرينار حذر لاعبي المنتخب المغربي من التراخي امام منتخب تنزانيا. هير فيرينار كان ليه رأي عظيم وقال إن أشرف حكيمي ويوسف النصيري هيكونوا نجوم المنتخب المغربي خلال اللقاء. قال أيضا هير فيرينار إن حكيم زياش لو لحق المباراة ولعب هيكون نقطة مهمة جدا ونقطة قوة في الجبهة اليمنى أمام أشرف حكيمي. دي كانت تصريحات هير فيرينار عن مباراة المغرب وتنزانيا وتوقعه للقاء ان المغرب هيفوز، شرط استغلال الفرص، تسجيل هدف في البداية، عدم الاستهانة بالمنافس رغم ضعف المنتخب التنزاني. كل التوفيق يا وليد، كل التوفيق يا رجراجي، انت وكتبتك في فوز عريض ان شاء الله يفرحنا كلنا بكرة. قولوا يا رب.